السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا ثالث في حصة رياضيات يا ميس، في حصة رياضيات وصلنا عند سؤال رقم 4 صفحة 81 في درس مسائل على الكسور. مسائل على الكسور حكينا بنرجع من عيد، عندما نقوم بحل مسألة يجب كتابة الخطوات، أفهم وخطط ونفذ وأتحقق. أفهم اللي هي بدنا نشوف المعطيات والمطلوب. طيب سؤال رقم 4 صفحة 81، الرجاء فتح الكتاب. يلا يا ثالث نقرأه. اشترت هالة 16 ايش؟ زهرة. اعطت والدتها كم؟ ربع ال 16. اعطت والدتها ربع ال 16. والدها ما بقي من ربع ال 16 اعطتهم لكم؟ لوالدها. المطلوب كم زهرة أعطت والدها؟ كم زهرة أعطت والدها؟ طيب هلأ أنا بدي أخطط. أول إشي بدي أشوف ربع ال 16. كم ربع ال 16 يا ثالث؟ كم ربع ال 16؟ 4. معناته 4 زهرات أعطت والدتها. 4 زهرات أعطت مين؟ والدتها. طيب أنا بدي أشوف كم أعطت والدها. كم أعطت والدها؟ ماشي، من 16 زهرة أخذنا 4 زهرات لوالدتها، كم بضل؟ معناته 12 زهرة أعطت والدها. أعطت والدها 12 زهرة، و 12 زائد 4 تتحقق 16 زهرة. مجموع الزهرات 4 لوالدتها و 12 لوالدها. تمام. طيب نيجي على سؤال 5 اللي هي كمان صفحة 81، صفحة 81 ماشي. صنعت، هاي أفهموا، صنعت والدة أحمد فطيرة. ماشي، هاي الفطيرة قسمتها لخمس أقسام متساوية. أنا طبعا رسمتي مش متساوية. أحمد بعد ما صنعت، أعطت أحمد خمس الفطيرة، ومحمود أكل، هاي أكل أحمد خمس الفطيرة، وأكل محمود خمسان الفطيرة. هذول لأحمد وهاي لمين؟ لأحمد. ماشي، إلى محمود. بدي أعرف الكسر الدال على هاي، أخطط، عفوا، المطلوب ما الكسر الدال على القطع متبقية، على القطع المتبقية. طيب أنا هاي بدي أعملها على لوحة الكسر، بدي أقسمها لخمس أقسام متساوية. تمام، حكينا أحمد أكل كم؟ خمس، ومحمود أكل خمسان، ثلاثة من خمسة. بدي أعرف الكسر الدال على القطع المتبقية، اثنين من خمسة. ماشي، طيب أنا هون الأصل خمس أقسام، نقصت منها الأكلة محمود وأحمد ثلاثة من خمسة، معناته الكسر الدال على القطع المتبقي يعني ما حدا أكلها اللي هي كم؟ خمسة. اللي هي كم؟ خمسة. تمام؟ تمام يا ثالث؟ طيب
هلا رح نحل سؤال الأول والثاني من أسئلة المراجعة لصفحة 82. السؤال الأول: أرسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل ما يأتي. الكسر الدال على عدد التفاحات الحمراء اللي جزء من مجموعة اللي هي كم؟ 1 2 3 4 5. التفاحات الحمراء 2 من 5 اللي هي إجابة رقم جيم. 2 الشكل الذي يمثل 4 أسبع. 4 بده يكون مظل 4 من أصل 7. 1 2 3 أكيد لا. ب 1 2 3 4 5 6 7 8. هون 4 من هون 2 من 3. هون 4 من 8. هون شكل كامل، وأربعة على 4 يساوي 1. هون 1 2 3 4. 4 من 5 6 7. إذن الإجابة رقم د. الإجابة رقم د. 3 العدد الكسري من بين الأعداد. حكينا العدد الكسري الذي يكون مكون من عدد صحيح وكسر. هون اللي هي إجابة رقم ألف. ليش؟ لأنه باء كسر وجيم كسر ودال كسر، هاي عدد صحيح وهون إيش؟ كسر. سؤال 2: أكتب الأعداد الكسرية الآتية بالأرقام 3 و5. هون عدد كسري، طلعوا كيف رح أكتبها. 3 هاي عدد صحيح، وعلى يمينها بنكتب إيش؟ الكسر اللي هو 5، معناته 2 من 5. تمام؟ طيب 2 و7 هاي 2 عدد صحيح، وبنكتب الكسر على يمين العدد الصحيح 7، 2 من 7. تمام يا ثالث؟ إن شاء الله في الحصة القادمة نكمل حل المراجعة، ويعطيكم العافية.